متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار، 10 درجات مئوية فقط، الملموسة 9 درجات، أما الرطوبة مرتفعة حوالي 86%، والرياح تكون شرقية معتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، حيث تشهد هبوبا لرياح شرقية نشطة السرعة، إربد تسجل 20 إلى 12، المفرق 19 إلى 9، جرش 19 إلى 12، وعجلون 17 إلى 11. ننتقل الآن إلى المنطقة الوسطى، العاصمة عمان أيضا رياح نشطة شرقية الاتجاه 16 إلى 11، الزرقاء 19 إلى 10، البلقاء 19 إلى 13، مأدبة 19 إلى 9، والبحر الميت 25 إلى 16. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية أيضا رياح شرقية نشطة، الكرك 16 إلى 8، الطفيلة 16 إلى 8، أيضا الشبك 15 إلى 7، ومعان 17 إلى 7، أما العقبة 22 إلى 14. نختم نشرتنا بالمنطقة الشرقية، حيث تشهد أيضا هبوبا لرياح شرقية نشطة السرعة، الصفاوي 19 إلى 10، الأزرق 20 إلى 11، ورويشد فرصة لزخات من الأمطار 17 إلى 10 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.